نرجع من جديد في البرنامج ومواصلين حديثنا على التعليم العالي في تونس، التعليم العالي الخاص، مؤسسات التعليم العالي الخاص اللي قاعدة تقوم بأنشطة متميزة المدة الأخيرة. اليوم باش نحكيو على الكلية الخاصة للتصرف وعلوم الإدارة بسوسة لفمسا، ونحكيو على السيمينار اللي منظمته غدوة اللي باش يهدف للتعريف بالتجربة الأكاديمية لتدريس المالية الإسلامية في بلادنا وإسهام الكلية لفمسا في المجال هذا. سعيد باستقبال ضيوف بحثنا في البرنامج، كل من السيدة ألفا العذاري اللي هي الفونداتريس والديركتريس جنرال متاع لفمسا. مرحبا مدام. مرحبا بك وميرسي بوكو على ضيافتكم المزيانه لينا. مرحبا لينا، صباح النور. وبحثنا زاد الاستاذ الياس الدردوري اللي هو استاذ جامعي بجامعه الزيتونه وريسبونسابل ماستر فينانس اسلاميك في لفمسا. صباح النور بيك، عشك الله يبارك فيك. مرحبا بك. باش نحطوا الامور في اطارها، نبدا معك مدام ألفا. لفمسا الكليه الخاصه للتصرف وعلوم الاداره بسوسه، كيفاش نجمو نعرفوها؟ ديجا عرفتها، ديجا من اسمها تنجم تعرف بها، لا اف ام اس لا فاكولتي بريفي دو مانجمنت سيونس دو لادمينستراسيون، الكليه الخاصه للتصرف وعلوم الاداره. ومجوب يظهر العنوان، ديجا اسمها يعكس اختصاصاتها ويعكس توجهاتها. هي كليه حديثه العهد ما شاء الله، وهذه نقطه تواصل بينا وبينكم زفام كيفكم انتم بالضبط. لكن ما شاء الله قاعدين يمشيو بخطه ثابته، ويا رب تكون اهداف نوصلوا باش نحققوها. اون سي تري بيان اليوم المعضله الاساسيه في التعليم العالي الخاص او حتى الحكومي هي لو برومي اوبجيكتيف سي لانسيرسيون دو ليتيديون دون لونسينيمون سوبيريو دون لو مارشي دو لامبلوا. دو تيل فاسون الفاكولتي نتاعنا حاولت وباش تحاول سواء اترافير اتفاقيات المبرمه مع الشركات الاقتصاديه التونسيه ولا الاوروبيه الافريقيه، باش تساهم اصلا في تكوين هالطالب باش في يوم الايام ما عادش تولي الهاجس الوحيد نتاعو لوبتونسيون دو ديبلوم، مي سورتو سورتو لانسيرسيون نتاعو دون لو مارشي دو لامبلوا. بالنسبه للاف ام اس احنا عكس اللي يمشي في بين العباد برشا، اللي هو لونسينيمون سوبيغ بريفي اللي هو يسعى كونه باش يخرج دي فيتور ديبلومي، احنا بالعكس باش نخرجوا دي فيتور بروفيسيونيل. يعني بحكم تجربتي الواسعة والعريضة اللي عندك من 25 سنة في لفورماسيون بروفيسيونيل كونتينو، حاولت باش نجمع بين لو فولي اكاديميك و لو فولي بروفيسيونيل دو تيل فاسون افيك لا بون اورينتاسيون لونكادرومون لو سويفي دو ليتيديون، نجم نهار اخر نقول باش نخرج فعلا طالب صالح لسوق الشغل. لانه ما عادش مشكلتي توا انسان عنده ميتريز ولا انسان عنده ليسونس، بل انسان قادر وفاعل باش ينجم ياخو بقعتو في الدومين بروفيسيونيل. احنا عملنا ايتود كامله كيما قلت لك، ديما نربط لونسينيمون باللو مارشي دو لامبلوا، عملنا ايتود بيان ديتايي سور مارشي دو لامبلوا، وشفنا اللي اكثر حاجات مطلوبه دون نيمبورت كيل انتربريز اي سوسيتي هما تو سكي مانجمنت، تو سكي ماركتينغ، تو سكي فينانس. هيك علاش احنا ديجا باش نتخصصوا في التخوا دومين هذوما اللي هما لو ماركتينغ، تو سكي إدارة أعمال ومانجمنت، إي تو سكي لا فينونس. نخدموا شوية الفينونس إسلاميك مفهومها العام، برشا من الناس مش فاهم إيش معناها. نعم. بالنسبة للمالية الإسلامية في تونس هي الحقيقة يعني تجربة حديثة مقارنة مع التجربة العالمية اللي عندها عقود. وبالنسبة للمالية الإسلامية زادة في القطاع الخاص هي أحدث، لأنه بدأت في القطاع العمومي مع تجربة جامعة الزيتونة ولافساقس فاقس، وخضت التجربة هذه لمدة 3 سنوات الآن مع جامعة الزيتونة ومع لافساق في صفاقس، والآن أدخل التجربة مع الكلية الخاصة للتصرف وعلوم الإدارة بسوسة من أجل إنجاح هذا المنتج الحديث الجديد في تونس. في الإطار ذي باش غدوة إن شاء الله 9 الصباح في تاج مرحبا باش تكون عنا ندوة، الندوة هذه بعنوان الشهادة الجامعية في المالية الإسلامية الخصوصيات وإفاق التشغيل. حاولنا أن نستفيد ونتفاعل مع التجارب العمومية وأولى التجارب اللي كانت في بلادنا، وهي تجربة لفسيق صفاقس وتجربة جامعة الزيتونة تونس. فاستدعينا مدرسين اللي عايشوا التجربة هذه في كل من الكليتين هذوما، وباش يقدموا لنا غدوة كيا يعني نجمو نعطيو فكره على البرنامج. طيب البرنامج هو باش تفتح غدوه الساعه 9 صباحا في تاج مرحبا بسوسه،
باش تكون كلمة الافتتاح للسيدة المديرة ألفة العذاري مديرة الكلية الخاصة للتصرف وعلوم الإدارة بسوسة، ثم باش تكون المداخلة الأولى للسيد منير تليلي اللي هو مدرس في المالية الإسلامية بجامعة زيتونة واختصاصه يعني في قسم لجنة الماجستير، ثم بعده والتجربة والمداخلة نتاعو باش تكون بعنوان تجربة جامعة زيتونة في تدريس المالية الإسلامية. ثم باش تكون مداخلة للسيد كانت منتظر أن تكون للسيد محمد الرقيق، وهذه الاستدعاء خرجت بهذا العنوان، لكن باعتباره كان في سفر هو الآن فسيخلف السيد رشيد عمار اللي هو المدير الجهوي لبنك الزيتونة في سوسة. شكون اللي يهمه أو تهمه الندوة هذه واللي نجم يكون حاضر غدوة بعدكم؟ بطبيعة الحال هذه تهم يعني لي بروفيسيونيل، تهم الطلبة لي زيتيديون، تهم قطاع، تهم اللي يحب يتعرف عن كثب على المالية الإسلامية اش معناتها، شنو الفروق الأساسية بينها وبين يعني المالية التقليدية إلى غير ذلك من المعطيات. فهي تستهدف جمهور واسع، الطالب المهتم بالمالية من أجل الحصول على الشهادة والبحث على أفاق التشغيل في هذا التخصص، كذلك العامل اللي هو في إطار الآن يباشر العمل إمكانية يعني التوسع على هذه الاختصاص أو إمكانية تحسين إمكانيات وقدراته وموهبته في هذا المجال. نقول لهم اللي يحاولوا كل اختصاص بربي قبل ما يختاروه ويتوجهوا فيه، يحاولوا يعرفوه ويفهموه، وإن شاء الله كل اختصاص جديد باش تكون به الكلية الخاصة للتصرف وعلوم الإدارة نوعد الطلبة متاعنا وشبابنا إنه قبل ما يختاروا يتمعن منه ويتشبع به باش نهار آخر يكون ملم بجميع حيثياته دو تيل فاسون ينجم يلقى روحه نهار آخر.